زي ما دينا كانت بتقول يا رجائي، خلاص فصل الخريف بدأ ده الحمد لله، والجو بقى أفضل. وفصل الخريف بكل تأكيد هو موسم مميز، وبيبقى ممكن كده بنضيف لمسة جمالية لبيتنا، سواء كان بقى في داخل البيت أو لو البيت فيه جنينة صغيرة محيطة بالبيت أو بلكونة كمان ممكن نزينها من ناحية الألوان بقى لطيفة كده، أشجار الخريف. وناس كتير قوي بتنتظر كمان الخريف الحقيقة عشان السبب ده تحديدا، لانه بيعتبر نقطه مميزه لافضل ايام على مدار العام، واللي بتكون اول مميزاته بدء انخفاض درجات الحراره. انا حد اصلا شتوي بطبعي، ما بحبش درجات الحراره المرتفعه ابدا. احنا كلنا هنا في البرنامج يا رجائي شتويين. طيب الحمد لله، طمنتونا. على اي حال، عشان كده احنا هنعرف وهنتعرف على مجموعه متنوعه من النباتات، على مجموعه متنوعه من الزهور كمان اللي هي بقى بتتألق بألوانها الخريفية، ليها إضافة، ليها لمسة جمالية إلى الحديقة بتاعت البيت، وكمان بتتحمل الطقس المتقلب. معانا على الهاتف الدكتور رامز صابر، الباحث بقسم نباتات الزينة وتنسيق الحدائق بمعهد بحوث البساتين. صباح الخير، أهلا بحضرتك دكتور رامز. خلينا نتعرف في البداية على أهم الزراعات المناسبة لفصل الخريف في حديقة البيت، وليها طابع كمان مميز في الألوان الجذابة. صباح الخير أستاذ رجائي، صباح الخير أستاذة جمانة، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. الحقيقة هو فصل الخريف فلكيا كان يوم الأحد 22 سبتمبر، وإن شاء الله يستمر معنا 89 يوم حتى يوم 20 ديسمبر. الخريف طبعا بيتميز بهبوط ملحوظ في درجات الحرارة، بتصبح في السماء فيها بعض الغيوم، وقد تمطر في بعض الأحيان في أواخر الفصل. قد تكون الأجواء صافية ومشمسة في بداية الفصل زي ما احنا موجودين دلوقتي. في خلال نوفمبر في نص الكرة الشمالي، وفي مايو في نص الكرة الجنوبي اللي هو بيعتبر الخريف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. هو فصل بيلاحظ فيه استعادة للنشاط البدني للكثير من الناس اللي هي محبة للشتاء. وانا برضو بضم صوتي لصوت حضرتك، انا يعني بحب فصل الصيف اكتر، يعني بيكون ده بسبب الانخفاض الملحوظ لدرجات الحراره. بحب فصل الصيف اكتر في خلال فصل الصيف، لذلك فهو فرصه جيده لزياده النشاط البدني. فبعض الناس بيلجؤون للسير على الاقدام لممارسه الرياضه والنشاطات المتعدده في فصل الخريف. اما من الناحيه الزراعيه ففي يوجد العديد من النباتات والمزروعات، بيبدأ المزارعون في زراعة بعض المحاصيل الشتوية زي الكرنب والقرفس والأرنبيط والفجل وغيرها من الخضروات الشتوية الجميلة. كذلك بعض المحاصيل الشتوية زي القمح والبرسيم، بنجر السكر، وعروات من الذرة الشامية. هنجد أن في العديد من النباتات الزينة الجميلة اللي بتم زراعتها في فصل الخريف، زي مثلا على سبيل المثال الدفلة والأراولة، كذلك الأمر في بعض النباتات زي المنطور، الخطمية، البنسي، النباتات اللي هي اللي بتظهر جميعها في فصل الشتاء وبأمر الله في فصل الربيع. طيب يعني دكتور رامز، عشان في ناس بتستنى فصل الخريف يعني تحديدا عشان لو عندهم بلكونة صغيرة أو لو عندهم جنينة صغيرة ممكن هم يستخدموها أو يستغلوها ويزرعوا بعض النباتات فيه، إيه أفضل النباتات اللي ممكن تتزرع إما داخل المنزل أو حتى في حديقة البيت؟ الحقيقة داخل المنزل في العديد من النباتات اللي هي بيسموها التزيين الداخلي، دي مش بتتأثر قوي بفصل الخريف، ولكن اللي بيتأثر بفصل الخريف هي النباتات اللي بتزرع خارجيا في البلكونات اللي هي زي النباتات الحولية الشتوية. كلها بتتميز بالألوان الجميلة الجذابة وزهورها اللي بتتفتح في فترة بداية خريف، آسف، بداية الشتاء لغاية نهاية الربيع إن شاء الله. كل المزهرات اللي احنا بنشوفها في مثلا زي المعارض، زي معرض الزهور، زهور الربيع والأماكن ديت، هي اللي بيتم زراعتها في الفترة اللي احنا فيها. وقد تظهر أيضا في خلال فترة الخريف المتأخر. هنقول مثلا على سبيل المثال نباتات جميلة زي البانسي، يعني من النباتات اللي بيتم اقتنائها في الفترة اللي احنا فيها كشتلات، وبيتم الإزهار بتاعها في أواخر الخريف لغاية بداية الربيع.
طيب دكتور رامز، انت كنت اتكلمت عن النباتات والزهور اللي هي مناسبة ان هي يتم زراعتها في فصل الخريف. السؤال هنا، لو احنا عندنا نباتات بنزرعها او بنقتنيها داخل المنزل، ازاي نعتني بيها علشان فصل الخريف ما يأثرش عليها؟ الحقيقة سؤال جميل استاذ رجاء. طبعا النباتات التزيين الداخلي بتتبع الاجواء اللي هي المداريه، اللي هي بتبقى فيها ارتفاع لدرجات الحراره وارتفاع ايضا للرطوبه الهوائيه، اللي هي الجو العادي بتبقى فيها ارتفاع لدرجات الرطوبه، فدي بتكون متميزه اكتر وبتبدا ان هي يعني تزدهر في فصل الصيف اكتر عنه في فصل الخريف والشتاء. فبيفضل وضع النباتات ديت في اماكن تكون ما فيهاش تيارات هواء شديده، بتكون معرضه لاشعه الشمس الجميله اللي هي موجوده في فصل الشتاء. لو انا شايف ان الجو مش مناسب ليها، بضطر ان انا اغير المكان بتاعها من مكان اللي هي محطوطه فيه حاليا في فصل الصيف، الحق بقى دلوقتي من بدايه فصل الخريف اهو، اروح ناقلها في مكان تاني تكون درجات الحراره فيها اعلى شويه، وممكن ازود معدلات الرطوبه بان انا اضع يعني بعض الاواني اللي فيها ميه، بحيث ان يحصل بخر للميه ديت علشان النباتات ما تتاثرش في الفترات اللي جايه. طبعا احنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور رامز صابر، الباحث بقسم نباتات الزينه وتنسيق الحدائق بمعهد بحوث البساتين، شكرا جزيلا لحضرتك.